ربط شهادات عن طريق الاونلاين. ايه ده من الصبح لغايه دلوقتي 4 مليار جنيه؟ والبنك الاهلي طبقا للمعلومات اللي عندي وصل ل 7 مليار. ف يعني في 11 مليار في اقل من 24 ساعه. 11 مليار. يعني النهارده كمان خد بالك انه الفروع مش فاتحه. يعني فاتح بس الفروع اللي في المولات او عن طريق الاونلاين او عن طريق الاي تي ام. طبعا ده ما بين ناس جديده والناس اللي هي فلوسها كانت موجوده اوريدي فراح مكملها على طول، يعني ما قرر ان هو يكمل على طول. تمام. هي تتربط الجمعه والسبت والحد وتبدا. يعني هي دايما الشهاده بتبقى تاني يوم عمل، يعني لما يربطها الاثنين يبقى اللي تبدا الحساب الفايده يوم السبت، لو ربطها في الاجازه بتبدا في اول يوم عمل بعد الاجازه. طبعا اللي اشترى يوم 5 بيقدر يجدد يوم 5، واللي اشترى يوم 6 بيجدد يوم 6، ويعني فاحنا كل يوم عندنا موجات من الناس اللي هي هتدخل حسب الشهادات بتاعتهم بتتفك امتى. طبعا هي بس مش الشهادات اللي هي كانت سنه، في شهادات الثلاث سنين اللي كانت مربوطة زمان ب 11% هتلاقيها بتستحق في شهر 2-3. فالناس دي كلها اللي عاوز يربط بقى هيربط بالسعر الجديد السنة. وفي الناس اللي بتربط ب 19% ثلاث سنين. طبعا دي احنا ليه عملناها سنة عشان المفروض ان التضخم يعني ان شاء الله يبدأ ينخفض، وبالتالي الشهادة دي سعر فايدة عالي يعني مش هيكرر تاني، فاحنا ما نقدرش نربطها ثلاث سنين بهذه الاسعار. حضرتك متوقع انه التضخم هينخفض في سنه 24؟